الكثير اللي شاف المقطع يسأل يقول وش السالفة وش هذا؟ الله يترمكم الحمار، الله يترمكم. زي ما تشوفون معرطن بلجحش صغير، يعني حمار صغير. وشوفوا هذا اللي معه اللي بجنبه ذي، ترى أمه أم الجحش تبي تفكه. ليش هذه تجي وليش يسوي كذا؟ هو أنا أعلمكم ليش يسوي كذا. سبحان الله، وقت التزاوج يحاول إنه يذبح ولدها اللي هو الجحش الصغير، يحاول إنه يذبحه علشان يكون وقت التزاوج تكون فاضية له، ما يشغلها الولد، عرفتوا كيف؟ فيكون من أب ثاني، يعني من حمار ثاني، عشان كذا يذبحه وقت التزاوج عشان تكون الأنثى فاضية له. فسبحان الله، شوفوا الأم وش الأنثى ضعيفة يا أخي، سبحان الله. حتى بالحيوانات شوفوا عزة تساعد ولدها، يعني شوفوا وش يسوي هو.